السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي لمدارس اللغات، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، معكم مستر أحمد توفيق، وهنكمل الجيومتري بتاعتنا إن شاء الله. Our listener today about generic exercises on equality. حبايبي إحنا كنا اتكلمنا عن الإنيكواليتي كتير جدا، هناخد فيها بس general exercises لأن هيبقى بقى لنا إن شاء الله only one lesson اللي هو last lesson. هنبقى نتكلم فيه بإذن الله الأسبوع القادم. دلوقتي هنشوف الجنرال اكسرسايزز عن الإيكواليتي علشان نفتكر الإيكواليتي ربط ما بين كل الليسونز بتاعت الإيكواليتي اللي اتكلمنا فيه. Learning outcomes. By the end of this lesson, the student should be able to define comparing the lenses of size of a triangle. لازم أعرف أعمل comparing للenses للسايد سليب triangle. وطبيعي برضو comparing الايه للانجلز of triangle. Number two, define the longest side in the right angle triangle. هنفتكر مع بعض زي ما اتكلمنا قبل كده ان longest side في right angle triangle كان مين؟ ايوه الناس اللي فاكره والناس المذاكره كان الhypotenuse. Number three, recognize the perpendicular line segment. علشان نفتكر مع بعض ايه فكره الperpendicular line segment. وعرفنا كمان ان the length of the perpendicular line segment is the shortest length. كويس جدا كده انا بعمل بس ريفايز كده يا جماعه اورال للحاجات اللي احنا اخدناها. تعالى بقى نبتدي نشوف ونحل ونفكر مع بعض ونفتكر الحاجات اللي درسناها بالتفصيل. Complete. In a triangle, the smallest angle in measure is opposite to. انا بقول smallest angle يبقى اكيد ها opposite to ايه؟ The smallest side. ولو انا عكست السؤال يا جماعه وقلت the greatest angle او the biggest angle الطبيعي اقول له the greatest side. ده the theorem ما كانت بتقول بالظبط. يبقى smallest angle اكيد oppositely the smallest side وال greatest angle اكيد oppositely مين لل greatest side. Question number two. In a triangle ABC, if measure A equals 70, measure angle B equals 30 degrees, then the longest side in length is. أنا يا جماعة عايز أحدد دلوقتي مين هو ال longest side. لو سمحت نفرق إن علشان أختار longest side لازم بقدر الإمكان يا حبايبي يكون عارفين الثري angles اللي عندنا. والميجر بتاع الثري انجلز اللي يمكن نقدر نحسبهم. دلوقتي I have two angles only. احنا عندنا two angles بس. Angle A 70 and angle B 30. Let's calculate the measure of angle C. يلا بينا نحسب مع بعض measure angle C. I know that the sum of the interior angles of the triangle equal 180. فالطبيعي هنقول له 180 minus السمشن لمين 70 plus 30. طبعا 70 plus 30 equal 100. يبقى 180 minus 100 it will be 80. هو مين ال 80 دلوقتي؟ angle C. كويس قوي. يبقى احنا كده قدرنا نعرف ان third angle بتاعتنا وهي major angle C equal 80 degree. وطالما دي 80 degree يبقى نقدر نقول ان هي اكبر angle في الترينجل بالنسبة لنا. لان الترينجل زي ما انتم شايفين يا حبايبي في واحده ب 70 والثانيه ب 30. الانجل الثالثه دلوقتي حسبناها ب 80. طب هي اسمها ميجر سي. اقدر اقول مين اللونجست سايد من غير ما ارسم الترينجل؟ طبعا زي ما علمتكم في السيشنز اللي فاتت طالما قلت لك ميجر انجل سي تقدر تقول لي مين السايد الاوبوزيت ليها. انا قلت سي ها يبقى مين التو ليترز اللي ناقصين؟ اي بي. يبقى معنى كده ان السايد مين؟ اي بي. اقولها تاني الحته دي لان دي بتغنيك عن ان انت ترسم التريانجل عشان تقدر تعرف مين هو اللونجست سايد. احنا عملنا كالكوليشن لانجل سي دلوقتي ب 80 تمام وعرفنا ان انجل سي دلوقتي هي الجريتست انجل جوه التريانجل ده. طب انا قلت سي يبقى التو ليترز اللي ناقصين الحرفين اللي ناقصين مين؟ اي بي. هو ده السايد الاوبست. برافو عليك. Another example. Triangle ABC in which measure A equal 100, then the greatest side length is.
دي واضحه جدا. هو مديني انجل واحده، واضح جدا ان ميجور انجل A100 يا جماعه دي تعتبر اصلا اوبتيوس انجل، دي اكبر انجل في التريانجل دلوقتي دي 100. يبقى طبيعي السايد الجريتست هو اوبوزيت للاي للجريتست انجل. طيب انا الانجل يا مستر اسمها A، انجل A، يبقى مين التو ليترز اللي ناقصين من التريانجل بتاعنا؟ البي والسي. يبقى انا كده عرفت ان الجريتست سايد هو مين؟ البي سي. Another example, the longest side length in the right angle triangle. وده انا قلته في بداية السيشن خالص، ان the longest side في right angle triangle اللي هو مين؟ الهايبوتينيوس، لان ده قصاده او opposite لي angle 90. فما هي angle 90 بالنسبة لي في الترينجل الرايت هي اكبر angle موجودة، يبقى اكيد الهايبوتينيوس اللي هو opposite ليها هو اكبر side بالنسبة لي. حاجة كمان، in the figure C is belong to the straight line AB and D is belong to the straight line AB. If AB is bigger than C. هو قال لنا ان ال AB greater than CD. هو كاتبها في الجيفن كده. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز اعمل comparing between AC من ال A لل C كلها وال BD كلها. طيب هو ايه الفرق يا جماعه ما بين ال AB greater than CD وما بين الحاجه اللي هو طالبها؟ اولا AB اهي اللي انا بشاور عليها اهو، وادي ال CD. لو احنا عملنا adding للبارت الصغير ده لللاين سيجمنت الصغيره دي اللي هي مين؟ CB. يبقى تاني انا عندي ال AB اهي واعمل لها adding لل CB، يعني بعد ما اقول AB كلها هنحط لها CB معاها، يبقى اصبحت مين؟ AC كلها هتكون bigger than DC لما اعمل لها adding CB. يبقى معنى كده ان CB دي يا مستر تعتبر common ماشي ما بين ال AC وما بين ال BD. كده نقدر نقول له ان طالما AB اصلا greater than CD وانا عملت CB adding للبوست sides للطرفين دول هيبقى ال AC is bigger than BD. تمام؟ نشوف another example. يلا بقى يا جماعه ندخل بقى على الاكزامبلز بتاعت البروف ونبتدي نشوف ازاي بنعمل بروف في الانيكواليتي بكل بساطه. بس دي سهله جدا ما فيهاش بروف كتير، لان انا بقول لك in the opposite figure a range، ده الرينج عادي، the angles of triangle ABC descendingly due to their measures، يعني descending from the greatest to the smallest طبعا due to their measures، على حسب الميجرز بتاعت الانجل. واحد يقول لي طب ما انا ما عنديش ميجرز للانجل. طب ما ده طبيعي، يعني ده نورمال جدا ان انت ما عندكش انجلز او ميجرز بس عندك سايدز عشان تقدر تعمل كومبيرنج. ما احنا خدنا الريليشن ما بين السايدز والانجلز في الانيكواليتي كويس جدا. طب تعالى نشوف هنتصرف فيها ازاي. واضح جدا يا حبايبي ان جوه التراينجل ده مين هو الجريتست سايد اي سي، لانه مكتوب ب 7 سم. السايد اللي اقل منه وهو البي سي لان ده ب 6 سم. سايد اقل واحد او اصغر واحد بالنسبه لنا وهو اي بي ده ب 3 سم. طيب انا دلوقتي عايز اكتب البروف وعايز اكتب الديسندنجلي واشتغل ازاي. اول حاجه هنقول له سينس اي سي ايكوال 7 سنتيمتر and also BC equal 6 سنتيمتر and last one that AB equal 3 سنتيمتر. كده انا حددت كل السايدس اللي موجوده عندنا. Since AC is greater than BC is greater than AB، ما هو فعلا 7 اكيد اكبر من 6 اكيد اكبر من 3، يبقى since AC is bigger than BC is bigger than AB، يعني ده اكبر من ده اكبر من ده. طب ما احنا عارفين طالما السي ده اكبر من ده اكبر من ده، يبقى اكيد الاوبوزيت انجل للاي سي اللي هي مين يا حبايبي؟ اهي بي، ادي الاي سي اهو الاوبوزيت انجل بي، هيبقى ميجر انجل بي is bigger than ميجر انجل A. واي؟ لان طبعا البي سي هي اوبوزيت للاي. Is greater than measure angle C.
لان طبعا السي اوبوزيت لمين؟ للاي بي اللي هو يعتبر اصلا اصغر واحد فيهم اصغر سايد، فده اوبوزيت لاصغر ايه؟ انجل. يبقى نقدر نقول ان ميجر بي بيجر زان، ميجر اي بيجر زان، ميجر سي اند سو اون. كده احنا عملنا ارينجمنت ديسندنجلي، يعني من الجريتست للسمولست، من اكبر حاجه لاصغر حاجه. Another example. In the opposite figures is a shape. طبعا ده quadrilateral مقسوم لتو triangles زي ما انتم شايفين. وبعض الاحيان يدينا quadrilateral بس ما يجيبش الايه؟ اللاين سيجمنت اللي عامله ديفايد لتو triangles. طب تعالى بقى نشوف هنتعامل فيها ازاي. لازم لو سمحتي يعني نقرا الجيفن كويس في المسائل بتاعت البروف. هو قال لنا ان اي دي از بيجر ذان دي سي، وفي نفس الوقت قال لنا ان اي بي از بيجر ذان بي سي. طيب طالب مننا ايه؟ بروف ذات ميجر انجل دي سي دي بي سي دي، بشاور عليها تاني، بي سي دي is bigger than or greater than B A D B A D. عايز اعمل بروف ان الانجل دي كلها اكبر من الانجل دي كلها. طبعا واضح وقلت لكم قبل كده يا جماعه ان احنا لما نيجي نعمل سوليوشن لحاجه زي كده بنشتغل يعني 5 1 1 1، يعني كل تراينجل لوحده الاول. بمعنى لو انا هشتغل في الترينجل ده يا ريت نحدد احنا شغالين في الترينجل ده. يعني هنقول له ايه؟ سينس اي دي از بيجر ذان دي سي. طيب ايه اللي هيحصل؟ انا قلت اهو اي دي بيجر ذان دي سي في الترينجل اللي فوق. طب استفاد ايه؟ اكيد الانجل دي اكبر من دي يا مستر، عشان الانجل دي هي اللي اوبوزيت للاي دي، والانجل اللي انا بشاور عليها دي اوبوزيت للدي سي. يبقى هنقول له ذيرفور major angle ACD greater than major angle DAC. في البداية كنت بقول ان انا لازم احدد الترينجل. انت شغال في انهي ترينجل؟ شغال في ترينجل ADC اللي هو ده. بناء عليه قلت ان السايد ده ED bigger than DC. استفدت منه ايه؟ ان major angle ECD is greater than major angle DAC. ونسميها نمبر 1 وتخليها دلوقتي. يلا بينا نشتغل في الترينجل التاني. Since in the triangle ABC، في الترينجل ABC ايه اللي موجود؟ ايه الجيفن اللي عندي؟ AB bigger than BC، AB bigger than BC. تمام. بعد ما قلت AB bigger than BC هستفاد ايه؟ اكيد طالما قلت يا حبيبي سايد اكبر من سايد، الطبيعي لازم يكون في انجل اكبر من انجل. طالما سايد اكبر من سايد يبقى الطبيعي لازم يكون في انجل اكبر من انجل. طيب مين الانجل اكبر؟ اي سي دي جريتر ذان بي اي سي، ونسميها مثلا نمبر 2. كده دلوقتي فروم 1 و 2 هنقول له باي ادينج 1 اند 2 هنعمل بلس 1 و 2. هستفاد ايه؟ ان الانجل دي بلس الانجل دي اللي هم اصلا التو انجلز الكبار هيكون جريتر ذان لما اعمل بلس التو انجلز الايه؟ الصغيرين. يبقى هنقدر نقول له ذيرفور ميجر انجل بي سي دي كلها يا مستر بي سي دي كل دي از بيجر ذان بي اي دي. وده البروف اللي كنا عايزينه. نشوف انذر اكزامبل، نركز مع بعض يا جماعه. طبعا في الترينجل اللذيذ ده عندنا انجلز كويسه اهو. عندي ميجر انجل اكستيريور انجل هنا 120 ديجري، وعندنا اكستيريور انجل هنا ب 110 ديجري. طيب عايز ايه بقى هنا؟ البروف بتاعنا بروف ذات اي بي بيجر ذان بي سي. فين بقى في الرسمه؟ اي بي اهي بيجر ذان بي سي. الطبيعي طالما في الجيفن مش مدينا حاجه يعني جريتر ذان، حاول بقدر الامكان تستفاد من الانجلز اللي عندك. يعني طالما طالب منك كومبيرنج يا حبايبي سايدس، يبقى لازم تستغل الانجلز، ده الطبيعي. طيب
انا دلوقتي يا مستر عندي اكستيريور انجل هنا واكستيريور انجل هنا، هستفاد بيهم ايه؟ لازم يا جماعه نقدر نعمل كالكوليت للانتيريور انجلز، يعني لازم نحسب الانجلز اللي جوه الاول علشان نقدر نحدد مين السايد اللي اكبر مين التاني. يلا بينا نشوف. اول حاجه الانجل دي ما ده يعتبر رين او ستريت لاين او اون ذا سيم ستريت لاين زي ما درسنا قبل كده، يبقى التو انجلز دول سبلمنتري. يعني معنى كده ان ممكن اقول له ان ميجر انجل اي بي سي مالها 180 ماينس 110 هتبقى بكام؟ 70. كده انا قدرت احسب الانجل دي بكل بساطه. كده انا عرفت ان انجل اي بي سي يا مستر خلاص 70 ديجري. طب يلا بينا نعمل كالكوليت للانجل اي سي بي. حاضر، هنقول زي فور ميجر انجل اي سي بي، ما هو نفس القصه دي اكستيريور وده ستريت لاين يعتبر، فنقدر نقول ان دول سبلمنتري انجلز. يعني معنى كده 180 ماينس 120 ايكوال 60. كده عندنا تو انجلز جوه الترين، واحده في 70 اللي هي جت من 180 ماينس 110، والثانيه هنا ب 60 اللي هي حسبناها من 180 ماينس 110. كده بالنسبه لنا سهله جدا 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 ان احنا نعمل كالكوليت لميجر انجل مين؟ ايه؟ يلا بينا نقول له ميجر انجل ايه عباره عن 180 اللي هي السمشن للانتيريور انجلز للترينج، تمام، ماينس طبعا 70 اهي اللي انا بشاور عليها، و60 اللي احنا اصلا حسبناهم فوق، ادي ال70 وادي الايه؟ ال60. يبقى 180 ماينس 70 بلس 60 ايكوالز 50. كده دلوقتي كل الانجلز تمام حسبناها جدا جدا بدون اي حاجه صعبه. 3 انجلز موجودين عندي، اقدر اعمل كومبير بين 3 سايدز براحتي خالص. تعالى بقى نشوف احنا عايزين ايه. هنقول له ميجر انجل اي سي بي، هشاور عليها اهو في الرسمه، اي سي بي اللي هي اصلا بكام؟ ب 60، جريتر ذان ميجر انجل اي، الله علينا اللي احنا حسبناها اخر حاجه كانت بكام دي؟ 50. ما هو دي 60 ماشي ودي 50، فال 60 اكبر من ال 50، هستفاد ايه ان ميجر دي اكبر من دي؟ الطبيعي الاوبوزيت سايد ليها، ايوه، اي بي is greater than BC. ليه بقى؟ لان الاي بي هو opposite لل 60 وبي سي opposite لل 50، يبقى معنى كده ان اي بي is greater than BC، وده البروف اللي كان مطلوب منه. تمام يا حبايبي؟ قدرنا نفهم الاكزامبل ده كويس؟ هنشوف اكزامبل تاني برضو في بروف. اكزامبل 4، زي ما انا قلت لكم ان ممكن يدينا كوادريلاترال زي ما احنا شايفين، ولكن مش مقسوم ل تو انجل تو تراينجلز طبعا عشان اقدر احدد واعمل كومبيرنج عادي، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. الاكزامبل ده بسيط جدا وسهل جدا، ان هو مديني نمبرز يعني اقدر افرق مين الكبير ومين الصغير. لكن دلوقتي البروف بيقول لنا ايه؟ ميجر انجل بي سي دي، بي سي دي از بيجر ذان ميجر انجل B A D. طب تمام، اولا كنت قلت لكم قبل كده لما كنا بندرس الليسون ده ان ما ينفعش اعمل كومبيرنج بين انجلز وهم مش في تراينجل، لان اصلا الليسون كله كان عباره عن او اليونت ان جنرال عباره عن الكواليتي ان ذا تراينجل. طب ده كواديلاترال مستر، ازاي هحدد الانجل دي كلها اللي انا ما اعرفش اصلا فين الاوبوزيت سايد، هل ده ولا ده؟ في ناس كتير يا جماعه بتتلخبط وما بتعرفش تحلها، ويقول لك ميجر انجل ايه، طيب مين الاوبوزيت سايد، هل هو 7 ولا ال 4؟ لا بقى، يبقى لازم اقسم الشيب ده لتو ترينجز. طب لما نيجي نقسم الشيب لتو ترينجز، يا ترى بقسم مثلا من هنا واعمل ماتشنج الاي والسي، ولا اعمل ماتشنج الدي والبي؟ هو ده بقى اللي احنا هنقوله، وده انا قلته قبل كده بس الناس مش فاهمه. هنتصرف ازاي؟ بص على البروف كويس يا حبيبي.
هذا البروف اهو بقول لك بروف ذات ميجر انجل بي سي دي از جريتر ذان بي اي دي. عايز اثبت ان بي سي دي از جريتر ذان بي اي دي. مين اللتر اللي في النص هنا؟ سي. مين اللتر اللي في النص هنا؟ اي. قلتين اللتر اللي في النص هنا سي، اللتر اللي في النص هنا اي. يعني معنى كده بقول لك هنعمل ماتشنج ما بين الاي والاي والسي. كده انا وصلت مين؟ الاي والسي. زي ما اشتغلنا قبل كده هنشتغل كل تراينجل لوحده. طبعا هنقول الاول درو اي سي، وبعد درو اي سي سينس ان ذا تراينجل اي بي سي. مثلا انا هختار التراينجل ده، واحد تاني يختار التراينجل ده، براحتك خالص. في كلتا الحالات هتستخدم التو تراينجلز. ان ذا تراينجل اي بي سي هستفاد ايه من التراينجل اي بي سي؟ طبعا ده ب 8 سنتي وده ب 7 سنتي، يبقى اقدر اقول له ايوه ان اي بي جريتر ذان بي سي. ال 8 اكبر من ال 7. طب استفدت ايه من الاي بي جريتر ذان بي سي؟ ان ميجر انجل اي سي بي اللي انا بشاور عليها دي جريتر ذان بي اي سي اللي هي ونسميها نمبر 1. طيب تعالى يا مستر نشتغل على الترينجل الثاني ونطلع منه معلومه ثانيه هتفيدنا. ايوه ان ذا ترينجل اي سي دي مين اكبر من مين؟ الله علينا الدي اهو اي دي ب 6 سنتي لكن ده ب 4، يبقى هنقول له اي دي is greater than BC. بعد ما قلت ده اكبر من ده اكيد في انجل اكبر من انجل. ايوه يبقى ميجر انجل A C D is bigger than ميجر انجل D A C. نسمي دي ايه؟ نمبر 2. طيب سمي دي 1 سمي دي 2 هقول له ايه؟ by adding الله by adding 1 و 2 يعني هعمل بلس لدول يا مستر الاثنين الكبار مع بعض وهعمل بلس للاثنين الصغيرين مع بعض. فلما نيجي نعمل بلس هيطلع ايه في الاخر؟ ميجر انجل بي سي دي بي سي دي كلها جريتر ذان بي اي دي كلها. تمام يا حبايبي؟ اتمنى تكون فهمنا الاكزامبل ده كويس من ضمن الفيموس براكتس الحاجات اللي بتيجي كتير في الامتحانات. نشوف اكزامبل تاني. الاكزامبل ده جميل وسهل. برضو في انجلز لازم تبقى فاهم ومدرك ان معظم الاكزامبلز اللي بيبقى موجود فيها انجلز اكيد اكيد بيبقى طالب منك comparing مع السايدز. تمام؟ يعني تبقى انت مدرك وفاهم طالما ادانا انجلز يبقى طبيعي محتاج مننا ان احنا نعمل comparing between ايه؟ السايدس وبعضها. طيب تعال نشوف هنشتغلها ازاي بكل بساطه يا حبيبي. عندنا بارلل لازم استفاد منه. عندي انجل ب 30 وانجل ب 80 وطالب منك بروف بسيط خالص. عايز اعمل بروف ان بي سي از جريتر ذان بي سي اللي هو ده جريتر ذان اي دي في نفس الايه؟ الترنج. ان احنا اتفقنا عشان نعمل comparing between two sides لازم يكون in the same A terrain. يلا بينا نشوف. السوليوشن بتاعنا بسيط. اول حاجه هنبدا بالA بالبارلل. لازم استفاد من كل الجيفن اللي عندي. انا دلوقتي عندي بارلل اي دي بارلل بي سي. واحد يقول لي طب استفاد ايه؟ استفاد ان انا اقدر اطلع انجلز يا جماعه. يعني انا دلوقتي قلت اي دي بارلل بي سي. ايه مدى الافاده؟ هنقول له ميجر انجل اي سي بي اللي هي دي ايكوال ميجر انجل دي اي سي ايكوال 30 ديجري باي الترنيت. زي ما كنا بنقول لكم السنه اللي فاتت طالما ده بارلل وده شبه لتر زد اهو انا بشاور عليه تاني اهو لتر زد يعني دي بتساوي دي 30 ديجري باي الترنيت. كده انا قدرت اطلع الانجل دي ب 30 عن طريق البارالي والترنيت انجلز. وبعدين هنقول له ان ذا ترينجل اي بي سي اللي انا هشتغل عليه ايه اللي موجود جوه؟ ميجر انجل
بي اي سي اللي هي اصلا ريلي موجوده ب 80 بي اي سي ب 80 والانجل اي سي بي احنا حسبناها دلوقتي ب 30 طيب مين اكبر من مين اكيد ال 80 اكبر من ال 30 في بعض الناس تحسب انجل بي يعني يقول لك طيب ما انت قلت لي يا مستر لازم اعمل كالكوليت لل 3 انجلز ماشي حبيبي انت لو عايز تحسب البي اوكي بس يعني حاول ما تضيعش وقتك لو انت محتاج انجل بي هتحسبه هيقول لي طب انا هعرف منين ان انا محتاج انجل بي ولا لا اكيد لو طالب منك السايد اي سي يعني انا لو طالب منك سايد اي سي بعمل كومبيرنج مع اي حد من السايدز اللي موجوده فطبيعي لازم تحسب له ميجر انجل بي لكن انا دلوقتي الكومبيرنج ما بين تو سايدز اللي هو اي بي والبي سي يبقى انا الريليشن ما بين تو انجلز بس هما موجودين بينهم واحده ب 80 والثانيه احنا حسبناها دلوقتي ب 30 عن طريق الالترنيت يبقى خلاص مش محتاج ان انا اعمل كالكوليشن لميجر انجل بي اكسترا وتضيع مني تايم اوكي يبقى دلوقتي نقول له ميجر انجل بي اي سي اللي هي ب 80 از بيجر ذان اي سي بي اللي هي ب 30 يبقى مين التو سايدز دلوقتي هتقول له بي سي از بيجر ذان اي بي بي سي greater than AB. ليه؟ لأن BC يا مستر السايد ده opposite لانجle 80 وAB opposite لانجle 30 كده قدرت تحدد وأقول له إن مين السايد الأكبر من التاني. تقريبا كده الحمد لله عملنا ريفايز شامل على يونت الأخيرة في الجيومتري طبعا ناقصة آخر ليسون اللي بإذن الله هنقوله السيشن الجاي وعملنا ريفيجن دلوقتي للكومبيرنج سايدز مع الكومبيرنج انجلز وعرفنا مين الجريتست سايد اوبوزيت للجريتست انجل والانفرس بتاعها الجريتست انجل اوبوزيت للجريتست ايه سايد كان معكم مستر احمد توفيق وعلى لقاء اخر ان شاء الله الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.